السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل طلاب كلية الصيدلة جامعة تكريت. اليوم نكمل معاكم محاضرة الـ IR Infrared Spectrophotometry. وصلنا الأسبوع الماضي للـ Instrumentations. جهاز الـ IR عندنا أو تقنية الـ IR عندنا two types of instruments. النوع الأول هو الـ Dispersive Instrument اللي هو عادة جهاز الـ IR الاعتيادي اللي من خلاله أو عادة يشبه تقنية الـ UV Visible Photometry اللي من خلاله نستخدم الـ Monochromator. أما النوع الثاني هو الـ FTIR أو الـ Fourier Transform Instrument اللي من خلاله يتم استخدام الـ Interferometer. طبعاً الـ FTIR هو أحدث من جهاز الـ IR، أدق أسرع لعدة أسباب. واحدة من عدها هو ممكن أن يقيس الإشعاع اللي نافذ من خلال العينة مالتي بحدود ال 1 سكند أو في خضم ثانية واحدة. عندي أهم ما موجود في جهاز الـ IR هو الفيلمنت أو المصدر اللي هو عبارة عن أكسيد الميتال أو ميتال أكسايد اللي 3 عناصر هي الزيركونيوم واليتريوم والثوريوم. فأكسيد الزيركونيوم أكسيد اليتريوم أكسيد الثوريوم هو المواد الأساسية اللي من خلالها يتم تصنيع هذا المصدر. طبعا حتى نعرف مرة أخرى طبيعة قياس العينات اللي موجودة عندي، هو عبارة عن قياس مجاميع فعالة. مرة ثانية نقول حلقة بنزين بها مجموعة OH، إذا إحنا راح ندور على مجموعة OH. حلقة بنزين بها مجموعة NH2 مجموعة COOH، فإذا راح نلقى مجموعة OH في مكان معين، عدد موجي معين، راح نلقى مجموعة الأسيتال أو الـ COOH. هذه المجاميع يتم الكشف عنها باستخدام تقنية الـ IR أو الـ FTIR. نحب ننوه على شيء مهم هنا. عادة نقول إحنا راح نستخدم العينة الدوائية مالتي بثلاث أطوار مختلفة. الطور الأول هو الطور الصلب اللي من خلالها يتم استخدام جزء بسيط جدا من المادة الفعالة مع نقول 1% من المادة الفعالة مع 99% من KCL. KCL لازم يكون مصنع خصيصا بنقاوة عالية High Purity أو Ultra Purity حتى نستخدم تقنية الـ IR وتم عن كشف المواد أو المجاميع الفعالة في العين الدوائية مالتي. فراح تكون العين عبارة عن مادتين، المادة الفعالة ومادة KCL، وأيضا في بعض الأحيان نقدر نستخدم NACL بنقاوة عالية. هو عبارة عن مزج المادتين وتحويلهم إلى فيلم أو شريحة. عادة إذا نريد نتذكر كيف تكون شكلها إذا مشى فيها، بما أن إحنا ندرس عن بعد حاليا، هي عادة مثل العدسة اللي تستخدم، العدسات اللي دي يستخدمها حاليا، الشكل مالت عدسات العين اللي موجودة بالأسواق. فيلم بسيط بشكل رقائق دائرية يتم كبسها بعد أن يتم مزج المادتين اللي هي 1% والباقي من المادة الفعالة والباقي KCL أو NACL من الديلوينت أو المادة الأساسية الأخرى اللي يتم خلطها، ومن ثم كبسها وتحويلها إلى رقائق أو رقيقة.
أو السابل مالتي يكون بهذا الشكل. فإذا عندي الفيلمنت الاي ار راديشن وعندي السابل مالتي وعندي المونوكروميتر يأخذ من عنده إشعاع ويصير له تشتيت سبيكترم راح يدخل من خلال سلت معين اللي هو بهذه هذا المكان ومن ثم يقيس التردد او العدد الموجي باستخدام كاشف او ديتكتر اللي يكون بهذا الشكل حتى نحصل على سبيكترم بهذا الشكل. راح يتم الاستدلال على المجاميع الفعالة من خلال القياس الترانسميشن في مكان كل مادة فعالة. إذا كل بيك بشكل مقلوب هنا أنا السبيكترم عكس اليو في صار بالأبسايد داون بالأسفل. كل بيك لها عدد موجي معين هي عبارة عن مجموعة فعالة. مهما يكون عدد المجاميع الفعالة راح تعطيني سيجنال واحدة. مثلا هنا أنا على سبيل المثال مجموعة OH أو مجموعة NH تظهر لي بحدود 3000 و 3600 و 3500 سنتيمتر قوى ناقص واحد. طبعا جهاز الـ IR نفس السلة اللي كنت أتكلم عنه هسه كان موجود بالدايجرام. الـ FTIR هو نفس التقنية نفس الترتيب نفس السيكونس لأجزاء الجهاز اللي هو عبارة عن مصدر ومن ثم العينة ومن ثم مونوكروميتر. لكن بالـ FTIR just we have to replace the monochromator by an interferometer. هذا فهذا الانترفيرميتر نفس التقنية هي عبارة عن fixed mirror تكون بشكل rotation أو rotating أثناء تشغيل الجهاز ومن ثم توحيد الأطوال الموجية من خلال استخدام fixed mirror. وطبعا بعد أن نعرف أنه source أو beam splitter وراح يتم توحيد الأطوال الموجية لحين أن تسليطها على الديتكتر وقياسها من خلال هذا الديتكتر وإعطاء الأطوال الموجية بسرعة فائقة وبدقة أدق من جهاز الـ FTIR الاعتيادي. طبعا أسرع يعني بحدود الثانية واحدة ممكن أن يعطي السبيكترم مقارنة بالجهاز الـ FTIR اللي يحتاج حدود دقيقتين إلى 3 دقائق. هذا كان الانسترومنتيشن بالنسبة للـ FTIR والـ IR. الكاليبريشن كل جهاز يتم تصنيعه ممكن نسوي له كاليبريشن باستخدام تقنية معينة. هنا بالـ FTIR سبق وأن ذكرنا بالـ IR واحدة من الابليكيشنز هو قياس أو التحقق من نوعية المادة الكواليتي للمادة هو عادة للكواليتيتيف أناليسيس. إن تستخدم هاي التقنية حتى نشوف الكواليتي بالنسبة للبلسترز أو البي بي سي أو البلاستيك للشرائط المستخدمة للمواد التعبئة للمواد الدوائية. فواحدة من أهم هذه التكنيكس هي استخدام رقيقة أو شريحة البي بي سي اللي هي أو شريحة البوليستايرين بالحقيقة نوع من أنواع البي بي سي. دائما تكون عندي قطعة بلاستيكية شفافة هي عبارة عن قطعة من مادة البوليستايرين. عد ما رين نقيس نسوي معاير أو كاليبريشن للجهاز نستخدم هذه الشريحة دائما موجودة عندي كرفرنس. لما نقيسها باختصار شديد لازم يطلع عندي هذا الاسبكتر بالضبط. نقدر نسوي ماتشنج أو نقدر نتبع المجاميع الفعالة. We have to follow the sequence of wave number sequentially ابتداء من 3027
انتهاء إلى أقل عدد موجي اللي هو 699 سنتيمتر هو ناقص واحد، أو بطريقة أخرى مباشرة لما نقيس هذه الترددات للبولي ستايرين كرفرنس نقدر مباشرة نروح على البريتش فارماكوبيا أو نيستر فارماكوبيا، لازم يطلع لي نفس هذا السبكترم طول الطيف، بمعنى أن الجهاز يشتغل بصورة صحيحة. السامبل بريباريشن عندي ثلاث طرق. الطرق الأولى هو عبارة عن صنع الشريحة أو الديسك اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل، اللي عبارة عن 99% من الـ NaCl أو 99% من الـ KaCl من الـ KCl كلوريد البوتاسيوم أو بوتاسيوم كلورايد، هي تمطحنها وخلطهم ومن ثم استخدام الكمبريسر حتى نحول المادة الفعالة أو المادة التي يراد قياسها إلى شريحة بشكل دائرة، بعد أن يتم طحن هالمادتين مزجهم ومن ثم استخدام كومبريسر يعني بحدود 800 كيلو بار عند الفاكيوم، طبعا باستخدام فاكيوم حتى نتخلص من الرطوبة إذا كانت موجودة بالمادة الفعالة، ومن ثم قياس الاي ار او الاف تي اي ار لهذه الماده. طبعا يتم تحتاج هذه التقنيه سكيل عاليه من قبل الاناليست او الفارماسيست او الكيمست اللي موجود بالمختبر حتى يحضر هذه العينه. هذا البروسيجر عاده يستخدم تو ايدنتيفاي different crystal or polymorphous. Polymorphous هو عبارة عن تركيب هندسي لمادة لها خواص فيزيائية، مثلا على سبيل المثال هسه اللي كنا نتكلم عنه ينطي شكل أو خواص البوليمورفس اللي هو عبارة عن الكيسي مع المادة الدوائية أو المادة الدوائية لوحدها لها تركيب هندسي معين، فهذه تسمى البوليمورفس من خلال تصنيع العينة الدوائية. وأحيانا بوليمورفس هي المركبات كيميائية أو دوائية موجودة لها خواص فيزيائية معينة خواص كيميائية معينة تنطي تركيب هندسي أو شكل هندسي تحت المجهر اللي ينطيني ستركتشر ممكن من خلاله يطلق على المادة بالبوليمورفس. الطريقة الثانية هو عندما يكون عندي العينة بشكل ليكويد، إذا كان مثلا على سبيل المثال عندي بنزيل كونيوم كلورايد أحد المواد الفعالة أو المواد المضافة في صناعة الدوائي، ممكن أيضا نقيس الـ IR خلال استخدام two cells بالضبط نفس المبدأ، عبارة عن قطعتين بسمك معين بشكل دائري مصنعات من مادة الكيسيال مثلا أو الكي بي آر أو الـ NaCl. طبعا مثل هذه التقنية ما ممكن أن نستخدم أكويس سامبل، لازم نستخدم أورغانيك سامبلز. ليش؟ لأن إحنا نعرف الكيسيال كي بي آر ACL ممكن أن يدورون بالأكويس سوليوشنز، إذن هو المواد الفعالة العضوية. أو عندي الـ Attenuated Total Reflectance يعني بالضبط الإشعاع المخفف الانعكاسي المخفف تسمى التقنية باللغة العربية. في مثل هذه التقنية أيضا ممكن أن يستخدم أو نختصرها بالـ ATR. ممكن أن نستخدم بهذه التقنية different phase like gel, suspensions, creams حتى نقيس الIR مثل هذه العينات. عادة هذه هي من أبرز التقنيات اللي أو الطرق اللي من خلالها يتم قلنا sample preparations تحضيرات أو تحضير السامبل
الدوائي حتى نقيس الاي ار. احب انوه عن شيء، انه هذه التقنيات الثلاثه او الطرق الثلاثه لتحضير السامبل الدوائي هي طرق متشابهه، الاختلاف هو طور الماده الدوائيه، اذا كان بشكل صلب، اذا كان بشكل سسبنشن، اذا كان بشكل سائل. بالمحصله النهائيه هو راح يعطيني اشاره او سيجنال للعدد الموجي، للطول، للعدد الموجي للمادة، اللي هي عبارة عن عدد موجي لمجموعة فعالة تمتص عد على سبيل المثال 3600، عدد موجي لمجموعة فعالة تمتص عد 2000 أوميم، عدد موجي. إذا كل عدد موجي إلى مكان معين ضمن المدى اللي قلنا من 200 إلى 4000 سنتيمتر قوة ناقص لهنا. أنا أحب أنهي هذه المحاضرة وأبلغكم أنه راح نستمر في تقديم محاضرات عن بعد، وأتمنى أنه تكونوا قد استفدتوا من هذه المحاضرة. راح أبعث لكم رابط من خلاله نعرف كيف يتم تحضير العينة بشكل صلب أو سائل، ومن ثم قياس الـ FTIR أو الـ IR لهذه المادة. هذا شيء. شيء آخر أحب أنوه عنه، أنه حتى نعرف أكثر الـ applications للـ IR spectrophotometry، هي الغرض من عندها to elucidate the structure، يعني حتى نعرف طبيعة structure أو شكل structure، إذا كان مهما كان، إذا كان flavonoid، alkaloid وما إلى آخره، مهما كان نوع التصنيف. باختصار شديد وأبسط الفكرة، أنه لو نفرض أنه حلقة بنزين بها مجموعة OH، لو نجي على الستركتشر، هو حلقة بنزين عبارة عن أواصر مزدوجة بين كاربون كاربون، هذا موجود، آسرة منفردة بين كاربون كاربون، آسرة ما بين C كاربون OH. إذن مثل هذا الستركتشر البسيط راح نلقى ثلاث أنواع من المجاميع الفعالة. الأول هو كاربون كاربون دبل بون، كاربون كاربون سينجل بون، كاربون أو إتش. صعودا مهما كان نوع المجموعة الفعالة المرتبطة بحلقة البنزين إلها عدد موجي معين عند منطقة معينة، هي تدلي على موجود على وجود مثل هذه المجاميع. فعلى سبيل المثال إذا نريد نقول مثلا نقول مجموعة الكربون كربون دبل بوند راح نلقاها عند 1615، مجموعة الأو إتش سي أو إتش نلقاها بحدود 3000 إلى 3500، هذا باختصار شديد. إذا بمعنى أو بآخر راح ناخذ جدول أو تيبل من خلاله نعرف أنه كل مجموعة فعالها إلها تمتص أو تظهر أو تظهر، لأن يكون هنا نحكي عن transmission عد مكان معين ثابت. بهالحالة يعني I can say I cannot help you without figure out أو checking out the table to find the interpretation of IR spectrum of any active ingredient. فإذا لازم نحفظ المجاميع الفعالة في كل مكان وين تمتص أو وين تظهر. عفوا. إذا باختلاف نوع المجموعة الفعالة إذا راح يختلف الـ wave number، فإذا لازم نحفظهم. هذا just to elucidate the compound أو drug compound أو drug molecule. اللي هنا لتنتهي المحاضرة، راح أبعث لكم رابط من خلاله نعرف كيف يتم تحضير العينة وكيف يتم قياسها وكيف نسوي elucidation لـ drug molecule. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى قد أن استفدتم من هذه المحاضرة ولو بشكل
بسيط.